في فيربال ويلث مانجمنت. مرحبا بك أمان. ما الذي يمكن أن نقوله أيضا بالنسبة للسياسة أو قانون الضرائب الأمريكي سيصل أخيرا إلى مجلس الكونغرس أو الشيوخ؟ هل هذا يعطينا دلالات أن هناك فعلا سيكون تصديق على هذا القانون؟ على الأغلب لا يمرر القانون اليوم أو الاثنين بسبب عدم توفر أصوات كافية. كان هناك نقاش بخصوص تخفيض ضرائب شركات وموضوع قانون أوباما للرعاية الصحية. كان هناك نقاش أيضا لموضوع نقل الأموال الخارجية وإعادة أموال الشركات إلى أمريكا. كان هناك نقاش بخصوص كل هذه المسائل. الحكومة تريد تمرير المشروع وأعتقد أنه ربما يمرر في اليومين المقبلين. نعم أمان، اليوم عندما تنظر إلى السوق وترى المكاسب التي شهدناها منذ بداية العام، وحاليا الداو جونز عند رقم قياسي جديد فوق 24 ألف نقطة، برأيك اليوم هل تم احتساب تخفيض الضرائب بالكامل أو أنه هذا الرالي من الممكن بعد أن يستمر بحال تمرير القانون؟ يجب أن نفترض وبنسبة 70% من الإصلاحات المحتسبة في الأسواق ومع وجود هذه التوقعات 24,000 ورقم كبير والتقويمات مرتفعة، إذن هناك احتساب للإجراءات، لكن التأثير بالنسبة للإصلاح الضريبي هو على أرباح الشركات. نعتقد أن التأثير سيكون محدودا. بالإجمال الأمر برأيي محتسب تماما في الأسواق، كل ما سيؤثره هذا القانون. نعم، وبرأيك حتى بالنسبة للنسبة، وحتى كانت هناك سيناريوهات وضعت بأن النسبة التي قد تتراوح ما بين 20 إلى 25% سيكون لها تأثيرات قوية على العديد من الشركات، ستوفر لها وفورات. يعني هل سيتم استخدام هذه الوفورات في حال فعلا تم تمرير القرار في الأسواق المالية، أم ستتوجه السيولة ربما لنشاطات أخرى أمان؟ في البداية لن تكون هناك وفورات. نحن نتحدث عن نسبة 20% بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. معظم الشركات موجودة في S&P وناسداك حاليا تدفع 24%، لكن الضريبة الفعلية بالنسبة لها قد ترتفع، وبالتالي المدخرات برأينا سوف تكون خلال إعادة شراء الأسهم، ليس في التطوير أو التوسع، وإنما في السنتين المقبلتين هذه الأموال ستكون خلال إعادة شراء الأسهم. لذلك رأينا تحركات كبيرة في هذا الصدد، أي أن يكون هناك تحرك كبير نحو إعادة شراء أسهم الشركات. نعم أمان، يعني من الملفت بأن اليوم عندما يتحدث ترامب عن التعديلات الضريبة هي لخدمة الاقتصاد، هي لرفع الأجور، هي للتوظيف، ولكن بحسب الشركات اليوم نرى بأن اهتمامها الأول هو إرضاء المستثمرين ورفع أو عادة شراء الأسهم والتوزيعات. يعني في النهاية أين هو المكسب الاقتصادي من هذا؟ ليست هناك مكاسب صافية إذا نظرت إلى التصويت الفعلي. بالنسبة للأفراد هذا الإصلاح الضريبي هو إصلاح مؤقت، وبالنسبة للشركات هو دائم بالنسبة لضريبة الشركات. لكن إذا كنت تربح في أمريكا أقل من 100,000 دولار شهريا فأنت تدفع ضرائب أكثر في السنوات الأربع والخمس المقبلة. يضاف إلى ذلك 1,600,000,600 مليار دولار من العجز. برأينا هذا الأمر هو يهدف إلى إرضاء الشركات وإرضاء من يعملون في اللوبيات والكونغرس ولضمان الأصوات، لكن ما لم يكن هناك اتفاق على التوسع والوظائف والأبحاث والتطوير فلا، وهذا الأمر لن يحصل برأينا، وإنما سيكون هناك توزيع الأموال على التوزيعات وبعض أنشطة الاستحواذ والاندماج في النصف الأول من العام المقبل. وأمان صديقي رئيس الاستراتيجيات في فيروبل ويلث مانجمنت، شكرا جزيلا لك.